هل في اشتراطات للحد الأعلى للقايم والنايم الخاص بالدرج في الكود، كود المباني السكنية؟ نعم، الحد الأعلى لارتفاع القايم هو 180 ملي، يعني كام؟ 18 سنتي. والحد الأدنى للنائم هو 250 ملي، يعني 25 سنتي. يبقى الحد الأعلى للقائم، يبقى القايم الحد الأعلى ليه 18 سنتي، والحد الأدنى للنايم 25 سنتي، حسب اشتراطات الكود السعودي في المباني السكنية.